نذهب إلى عمان ومعنا تمارا الرفاعي مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا، والأونروا طبعا تحت ضغط كبير من منع الدعم المقدم لها من عدد من الدول وحجب المعونات عن الأونروا. ولكن أبدأ بتمارا، يعني ما هو الوضع في رفح؟ اشرح لنا الوضع على الأرض في رفح. الوضع في رفح كتير كتير سيء يا أستاذة لميس. نحن لازم نتذكر أنه من أول الحرب، يعني من 7 أكتوبر، عم بيتم الطلب من سكان قطاع غزة عن طريق أوامر بالإخلاء من السلطات الإسرائيلية أو من الجيش الإسرائيلي بأن يخلوا مناطقهم. فأول دفعة كانت من شمال قطاع غزة، مدينة غزة، إلى المناطق الوسطى، وبعدين انتقل القتال إلى المناطق الوسطى، فتم أمر الناس بأنهم ينزلوا يعني على الجنوب على رفح. واليوم في رفح هناك 1.5 مليون شخص، أكثرهم نزح 3 أو 4 أو 5 مرات من شتى أنحاء القطاع، وهم مكدسين يعني في أقصى الجنوب بالقرب من الحدود المصرية. هم مكدسين هناك، القتال مستمر، يتكدسون داخل ملاجئ الأونروا يعني المآوي، وأيضا حولها في الشارع في خيام معمولة من بلاستيك أو في العراء. والمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى رفح ما زالت قليلة جدا بسبب بالمقام الأول العراق الأمنية التي تحكم التفتيش الدقيق جدا جدا لكل الشاحنات وعدم السماح بدخول الكثير من المواد، فتعود الشاحنات إلى رفح. لذلك الناس متكدسين في جنوب أقصى جنوب القطاع، ولا يحصلون لا على الأمن لأنه القتال مستمر، ولا على الغذاء الكافي، ولا على الخدمات الصحية الكافية. تقريبا كم يعني عدد الفلسطينيين الموجودين في رفح الآن تمارا؟ يقدر ب 1.5، يعني 1.5 مليون، لنتذكر أن سكان القطاع بالأساس هم 2.3 مليون. نعم. يعني هنا نتحدث تقريبا عن 70% من كل سكان القطاع متكدسين في الجنوب. إذا ما كانت يعني تحذيرات الجيش الإسرائيلي وتهديداته جدية، إلى أين يذهب كل هؤلاء؟ هل فعلا ستكون هناك ممرات إنسانية لعودتهم إلى خان يونس؟ ولكن ماذا إذا كانت خان يونس نفسها بتضرب؟ الضرب مستمر في كل أنحاء قطاع غزة، لذلك ليس هناك اليوم مجال أصلاً لممرات إنسانية. نحن سمعنا في الإعلام الإسرائيلي دعوات لهؤلاء النازحين أن يعودوا إلى شمال القطاع. شمال القطاع مدمر بنسبة 60 أو 70% من الوحدات السكنية، وأيضاً هناك الكثير من بقايا السلاح والذخائر غير المنفجرة والتي يمكن أن تنفجر. يعني فعلياً لن يعود أحد، لن يعود أحد، خصوصا أن الممر من الجنوب إلى شمال وادي غزة أصلا مغلق، أصلا لا يتم السماح حتى لمعظم القوافل الإنسانية أن تذهب إلى الشمال اليوم. حدثيني عن المساعدات، يعني ما يصل إلى رفح من مساعدات، هل يعني وضع المساعدات بالنسبة لمليون ونصف فلسطيني موجودين في رفح؟ المساعدات قليلة جدا. نحن طبعا نتقدم دوما بالشكر إلى مصر لفتحها معبر رفح ولسماحها بدخول هذه المساعدات ووقوفها بجانب من يعانون يعني من المدنيين في غزة، وأيضا بجانب الأونروا. أنا أمثل أكبر وكالة إنسانية تعمل اليوم في قطاع غزة، بل الوكالة الوحيدة، المنظمة الوحيدة التي تدير الملاجئ وتوزع الدقيق، الطحين، دقيق القمح لصنع الخبز، و يتحرك زملائي العاملين في الطواقم الطبية يتحركون ضمن هذه الملاجئ. لكن ما يدخل عن طريق معبر رفح قليل جدا، لأننا كما نعلم معبر رفح بالأساس ليس مهيئ لدخول قوافل، هو معبر للأفراد، للأشخاص الذين يغادرون أو يدخلون. لقد طلبنا مرارا وتكرارا، وحتى عن طريق الدول الكبرى وعن طريق مجلس الأمن أيضا، أن يتم فتح معابر إنسانية أخرى مثل معبر كرم أبو سالم الذي هو مهيئ لدخول أعداد كبيرة، 200 300 400 500 شاحنة يوميا. لكن المرور من كرم أبو سالم لا يزال يعاني من العراقيل الكبيرة، والمرور الوحيد هو من معبر رفح الذي يسمح بمرور على الأكثر. تمارا يبدو أنه طيب
معانا تمارا على الهاتف على الأقل، أو تمارا معانا، تمارا سامعاني؟ نعم اه نعم نعم، سامعاك يا معنا تمارا أستاذة. رفاعي. طيب تمارا، أعود للوضع الإنساني في رفح. القلق هنا من دخول الجيش الإسرائيلي، لأنه المشهد مشهد المخيمات، ولا نتحدث فقط عن المدارس، مدارس الأونروا، مشهد المخيمات وهذا التكدس الضخم جدا يجعل من المرعب أي إجراء أي عمليات عسكرية، ومهما كانت عمليات دقيقة ومدققة كما يقول الإسرائيليون، فهي في النهاية ستؤدي إلى مجازر. فعلا كما تفضلتي، خصوصا انه المليون ونصف من اهل غزه الذين هربوا ونزحوا من مناطق اخرى هم اليوم يحتلون يعني او يفترشون الشوارع والعراء، لذلك هم في كل مكان. يعني هناك ملاجئ للأونروا، لكن عدد الناس خارج ملاجئ الأونروا في الشارع يضاهي عدد من هم داخل ملاجئنا، لذلك اي عمليه عسكريه كما شهدنا في ال4 اشهر الماضيه، اي عمليه عسكريه تطال بالمدنيين وتطال وتقتل وتشرد المزيد من الناس، الوضع كارثي. طيب تمارا أخيرا، يعني ما هو وضع الأونروا الآن مع كل هذا الحجب من المعونات الدولية؟ كيف تتعاملون؟ كيف تقدمون المساعدات؟ ما زلنا نقدم المساعدات اليوم، لأن يعني حوالي 19 بلد جمدت مساهماتها للأونروا، لكن نحن ما زلنا نعمل بما لدينا. يعني كان عندنا مثلا من قبل كنا اشترينا وجهزنا بعض المخازن، لذلك ما زلنا نوزع الطعام والدقيق والمساعدات الطبية، لكن هذا كله سينتهي قريبا إن لم تعود هذه الدول عن قرارها. الأونروا بالأصل تعاني معاناة كبيرة ماليا وتعاني من ضغوطات سياسية كبيرة جدا، واليوم يزداد الضغط السياسي كل يوم وكل ساعة، وإن لم نحصل على المساندة المالية أو لم تغير هذه الدول من مواقفها، فلن نستطيع على الأغلب أن نكمل مهمتنا الإنسانية. ونحن المنظمة الأكبر، الأونروا هي الوكالة الإنسانية الأكبر المتواجدة اليوم في غزة. شكرا تمارا الرفاعي، مسؤولة العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا.